للمزيد من التفاصيل والتحليل وإلقاء الضوء على بعض النقاط التي ذكرت في هذا المؤتمر الصحفي، معنا على الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بعد التحية أستاذ صلاح، يعني تابعت المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز، إجمالا كيف ترى ما يعني ذكر خلال هذا المؤتمر الصحفي؟ طبعا هو الرسالة الأساسية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني اليوم كانت واضحة، بأن مصر مع حل الدولتين وحل جذري للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أعتقد أن هذا هو أساس جوهري وهو أساس الحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية. الرئيس أدان استهداف المدنيين وأدان استهداف المستشفيات والحوادث التي وقعت بالأمس، أعتقد أن هذه هي رسالة ثانية. أعتقد أن الرئيس تحدث أيضا عن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بهدف تخفيف الآلام التي يعانيها سكان غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. الرئيس أشار إلى الجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف التصعيد العسكري ويعني إزالة أسباب هذا العدوان، إلى جانب أنه مصر بذلت الكثير من الجهد من أجل عدم تصعيد الأمور وعدم انعكاس الأحوال سلبا على لتمتد إلى دول المنطقة الأخرى، وحتى يعني تستمر يعني جهود التهدئة التي نأملها. يجب أن يزعن الطرف الإسرائيلي للمطالب الدولية ومطالب مصر بهدف تخفيف يعني حدة التوتر داخل هذه المنطقة المتوترة أصلا. فرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة. أعتقد أن جوهر حل الصراع العربي الإسرائيلي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما ركز عليه الرئيس خلال حديثه منذ قليل. أستاذ صلاح، يعني ما تقوله هو بالفعل هو الواقع، أنه جوهر القضية هو حلها سياسيا جذريا وإقامة دولة فلسطينية بحدود 67، ولكن بالنظر إلى الأوضاع الميدانية الآن في قطاع غزة، هل يعني يصلح الحديث الآن عن حل سياسي ولكن لابد من الحل، حل المسألة في على الأرض في الميدان في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين في قطاع غزة الذين حرموا من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وكل وسائل الحياة؟ طبعا هي العدوان الإسرائيلي تجاوز كل حدود المعقول، وأصبح الآن الاستهداف لا يشمل فقط المباني التي هدمت على رؤوس قاطنيها، ما يتم استهدافه هو المدنيين، وما شاهدناه ونشاهده منذ اندلاع هذه الأزمة هو استهداف واضح للمدنيين. المسلحين بعيدين تماما عن هذا الاستهداف. أعتقد أنه الآن الاستهداف شامل المستشفيات، شامل دور العبادة، شامل المدارس، حتى مدارس الأونروا التي كانت يعني هي الملاذ الآمن لمعظم المدنيين الفلسطينيين والنساء الذين لجأوا إليها خشية تعرضهم وتعرض منازلهم للاعتداءات، لم تنجوا من هذه الاعتداءات، وحتى الأطقم العاملة في ضمن منظمة الأونروا لم يعني هناك شهداء كانوا يعملون ضمن الطواقم التي تعمل مع مؤسسة الأونروا. الآن الاعتداءات شملت المستشفيات، المستشفيات طبعا كما نعلم ليس فيها أي مسلحين، فيها جرحى وفيها مصابين وفيها شهداء. يعني هناك استهداف واضح، وما شاهدناه بالأمس هو جريمة نقراء يجب أن يندى لها جميع جبين المجتمع الدولي، ويجب أن يحاسب الذين تسببوا في هذه الجريمة، لأنه الآن أصبح الاستهداف واضح، أصبحت الجريمة واضحة أمام المجتمع الدولي بأسره. مجلس الأمن الدولي مدعو أن يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين من هذا الاستهداف. قوانين الحرب في كل دول العالم حتى في أثناء الحروب والأزمات هناك قوانين إنسانية يجب أن تحترم، ويجب أن يبذل الجهد من كافة أنحاء العالم حتى لا يراق دم المدنيين على هذا النحو، دم الأطفال، دم النساء، دم كبار السن والعجائز. أعتقد أن الجريمة أصبحت واضحة العيان وأصبحت يا أستاذ يعني صلاح في ضوء ما ذكرت يا أستاذ صلاح، يعني كيف ترى تصريح أولاف شولتز الآن وقال في بداية حديثه نحن لا نعرف حتى الآن ما حدث بالتحديد، تصريح كهذا يصدر من المستشار الألماني، لا يعلمون في الغرب ما حدث بالتحديد في من استهداف مستشفى المعمداني؟
لأنه للأسف الشديد الصورة الإعلامية التي صدرها الإعلام الإسرائيلي لآلة الإعلام الغربية يعني كانت صورة مغلوطة، ونقلت يعني أشياء ودست صور لأطفال ليسوا في هذه الجريمة. أعتقد أنه المسألة هناك تدليس على العالم بأسره، هناك غش وخداع لدول العالم بأسره نتيجة آلة يعني الآلة الإعلامية الإسرائيلية التي بادرت إلى نقل صورة مغلوطة حتى تستدر عطف العالم على ما جرى في غزة يوم 7 أكتوبر. أعتقد أن الصورة الآن حتى البيت الأبيض بعد أن عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في التصريحات الأولية بعد يعني هجوم عناصر المقاومة على الجانب الإسرائيلي أشار إلى قطع رؤوس الأطفال، لم نشاهد قطع رؤوس الأطفال، لكن الصورة الذهنية التي ولدها الإعلام الإسرائيلي كانت صورة مغلوطة. ولكن أستاذ صلاح، البيت الأبيض يعني رجع وأوضح بعد ذلك. يعني البيت الأبيض أوضح أن هذه الصورة يعني كانت مغلوطة. هو ده سؤالي لحضرتك، هل يحق لرئيس دولة كبرى الولايات المتحدة والمستشار الألماني أولاف شولتس أن يعتمدوا على الآلة الإعلامية الإسرائيلية؟ أليس لديهم مكتب ويعني وما لديهم من معلومات وجهاز استخبارات يعني ينقل لهم الصورة الصحيحة إن أرادوا؟ بالفعل يعني هناك في الأيام الأولى للمواجهات كانت الصورة الإسرائيلية هي التي تنقل، وكانت آلة الدعاية الإسرائيلية هي التي تبث سمومها في دول العالم. أعتقد أن البيت الأبيض كما أشرت حضرتك صحح التصريح الصادر عن الرئيس الأمريكي في بداية المواجهات وأوضح أنه عرضت عليه صور غير حقيقية، ومن هذا المنطلق عبر عن ذلك. فأعتقد أنه الآن العالم يشهد ما يجري على الأرض، وهناك صور حقيقية تنقلها الفضائيات وتنقل ما يحدث على أرض الواقع، وهناك بالفعل مآسي ومجازر يعني يسقط. يعني عفوا أستاذ صلاح، بس دعني أشير أو أصحح معلومة أنه لم تعرض عليه صور بالفعل على رئيس جو بايدن، ولكنه نقلا عن احد المسؤولين اعتقد وزير الدفاع الاسرائيلي نقلا عنه شفهاتا وليس عن صور، وهذا هو الخطا الذي وقع فيه جو بايدن. طب دعني اسالك ايضا عن تصريح اولاف شولتس الذي قال اننا لن نترك المواطنين في قطاع غزه وحدهم وسوف نساعد على ايصال المساعدات الاغاثيه. يعني انوه هنا انه قبل يومين او يعني من عده ايام اعلنت المانيا والنمسا تعليق المساعدات الى الفلسطينيين. المساعدات لم تكن تصل إلى حماس أو أي من الجماعات المسلحة، ولكن تصل إلى السلطة الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني. فكيف ترى هذا يعني هذا القرار بتعليق المساعدات إلى الفلسطينيين، وفي نفس الوقت نتحدث اليوم عن إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية؟ بالضبط، يعني لأنه الآن المطلوب هو أن يمد العالم يده حتى تدخل المساعدات، لأنه كان تم التوصل في حضور وزير خارجية توني بلينكن إلى المنطقة لحل بهدف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ثم تراجعت إسرائيل وحصل تخبط داخل أروقة مجلس الحرب الإسرائيلي، ويعني تذرعوا بحجج واهية ومنعوا دخول المساعدات، وحتى الآن لم تصل المساعدات إلى قطاع غزة، ويدار من ذلك المدنيين، وتم قطع الكهرباء والماء وكل سبل الحياة كما نعلم جميعا. فأعتقد أنه الآن على العالم المتحضر أن يسارع إلى تقديم الغوث وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية التي تحتاج إليها هذه الملايين من البشر في قطاع غزة. أعتقد أنه حتى منع المساعدات عن الفلسطينيين هو جريمة بالفعل، يعني بسبب آلة الدعاية وآلة الحرب الإسرائيلية في آن واحد. أستاذ صلاح، الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يعني اليوم وقبل ذلك أيضا أعلن صراحة أنه يعني يرفض تماما فكرة تهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة عفوا وخروج الفلسطينيين من أراضيهم. يعني هذا التصريح القاطع من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يقطع الطريق على الجانب الإسرائيلي لأي محاولة في هذا الاتجاه. هل برأيك أن إسرائيل بالفعل تسعى في الفترة، وهي تصريحات يعني سمعناها جميعا من مسؤولين إسرائيليين، هل تسعى بالفعل إلى هذا الاتجاه؟ والموقف المصري من الممكن أن يغير موقف إسرائيل في هذا المنح؟
طبعا هو في بداية المواجهات كان كانت إسرائيل ستتذرع بما حدث لتصفية القضية الفلسطينية، وهي تسعى لذلك بكل ما أتيت له من قوة. والحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو كانت تحاول بالفعل تصفية هذه القضية، وعندما تحدث عدة مرات كان لا يتحدث عن الفلسطينيين وقال أنهم أصبحوا شيئا من الماضي عدة مرات. فإصرار مصر وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تصفية القضية وعدم تخلي الفلسطينيين عن أراضيهم كان هو اللغة التي استخدمت واللغة التي عبرت عليها عنها مصر، واللغة التي والمناشدة التي وجهت من خلالها الدبلوماسية المصرية عدة مطالب للفلسطينيين حتى لا يتخلوا عن أراضيهم ويتمسكوا بحقهم في أراضيهم، وهذا هو السبيل لاستمرار القضية الفلسطينية. فأعتقد أن الرسالة المصرية كانت واضحة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تمسك الفلسطينيين بحقهم في أرضهم وعدم تصفية القضية على أي نحو كان، والتهجير القسري الذي كان سيقوم به القوات الاحتلال الإسرائيلية بهدف تصفية هذه القضية مصر وقفت ضده وكانت واضحة. وأعتقد أن الرسالة المصرية سواء في حضور وزير الخارجية الأمريكية كانت واضحة وشاهدناها جميعا، والرسائل التي نقلها أو خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت سواء مع رئيس عبد الفتاح السيسي أو مع وزير الخارجية كانت واضحة، وأن مصر مع القضية الفلسطينية وأنه لا تصفية لهذه القضية ولا يمكن أبدا أن يتخلى الفلسطينيون عن أراضيهم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.